بكم إلى موجز أحداث إفريقيا على قناة الحدث الإفريقي. يعاني نحو 828 مليون شخص من الجوع عبر العالم، وتمثل إفريقيا 249 مليون أو ثلث عدد الجياع بحسب مجموعة البنك الإفريقي للتنمية. ويرى البنك أن زيادة الإنتاجية الزراعية والإنتاج الغذائي المستدام يعدان أمرين حاسمين للمساعدة في التخفيف من مخاطر الجوع، ويقول إن لدى إفريقيا القدرة على إطعام نفسها والمساهمة في توفير الطعام للعالم. ويضيف البنك أن الاستثمار في رفع الإنتاجية الزراعية ودعم البنية التحتية والنظم الزراعية الذكية مناخياً مع استثمارات القطاع الخاص على طول سلسلة القيمة الغذائية عوامل يمكن أن تساعد في تحويل إفريقيا إلى سلة غذاء للعالم. ويوضح نفس البنك أن القضاء على الجوع في إفريقيا يتطلب استثمار ما بين 28.5 مليار دولار و 36.6 مليار دولار سنوياً في تطوير القطاع الزراعي. ويؤكد البنك أنه مع إزالة الحواجز أمام التنمية الزراعية يمكن أن يرتفع الناتج الزراعي في إفريقيا من 280 مليار دولار سنوياً إلى تريليون دولار بحلول عام 2030. قال الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للطاقة كلاوديو ديسكالتسي السبت الماضي إن الشركة والمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا وقعت اتفاقا لإنتاج الغاز بقيمة 8 مليارات دولار. وأضاف ديسكالتسي في مؤتمر صحفي أن الاتفاق الذي تم توقيعه في إطار زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لطرابلس سيشمل أيضا مشاريع لالتقاط الكربون وللطاقة الشمسية. وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة إن الاتفاق سيمتد لمدة 25 عاماً من أجل سعة إنتاجية 800 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً. قالت الهيئة العامة للسلع التموينية مشتري الحبوب الحكومي في مصر يوم السبت إنها تسعى للحصول على زيوت نباتية في ممارسة شراء دولية على أن تصل في الفترة من 25 فبراير إلى 3 من مارس. وأضافت الهيئة أنه يجب على المتعاملين تقديم عروض للدفع عبر خطابات اعتماد مدتها 180 يوما أو عند الاطلاع، والموعد النهائي لتقديم العروض هو 31 يناير. وأعلنت الهيئة عبر صفحتها على موقع فيسبوك عن احتياجها 4000 طن من الزيوت الخام محلية الصنع لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية على أن يتم تسليمها خلال الفترة من فاتح إلى 30 مارس 2023. دعت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا بختام زيارتها إلى ليبيا السلطات الليبية إلى اتخاذ خطوات حاسمة لتوفير العدالة وإنصاف العدد الهائل من الضحايا الذين يعانون من انتهاكات طويلة الأمد لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في البلاد. جاء ذلك في بيان أصدرته البعثة يوم الأحد أشارت فيه إلى أن الضحايا وعائلتهم فقدوا صبرهم ويتوقون إلى أن توفر السلطات معلومات في الوقت المناسب عن التحقيقات وضمان محاسبة الجناح. بهذا الخبر ينتهي الموجز. شكرا على المتابعة. إلى اللقاء.